مرحبا. اليوم بدي اورجيكم جيم اسمه دومينا. اذا حدا فيكم شايف مسلسل سبارتاكس على ستارز كان يطلع تبع اللي هو جلادياترز وكانوا يقاتلوا وكذا، هي فعليا هي سيميليتر لهذا الشيء. اوكي، فهلا تيجي بتعمل نيو جيم. هلا في شغله لازم الواحد يدير باله فيها، هي اللعبه شويه فيها رزالات كحكي كثير. اوكي، الفكره هي انه انت هاي الدومينا اللي ورثت عن اهلها هذا الشيء اللي هو مثل خلينا نقول تبع جلادياترز، مثل المكان بتعمل فيه جلادياترز بعدين تبعتهم لحتى يحاربوا بشو اسمه بالجيمز. اوكي، خليني اورجيكم كيف. طبعا اللي حعمله هلا، اول شيء هلا شغله مهمه كثير بهي الجيم، اول شيء انتم شايفين الجرافيكس كيف. هلا هي اللي عملها شخص واحد، الجرافيكس از اوكي للعبه، يعني اتس فاين، ما عندك مشكله. هلا المشكله هون بالجيم الاساسيه هي انه انت ما بيعلمك بالضبط شو لازم تعمل، فانت لازم تقعد تحذر. فمثلا انا عرفت انه هي اذا حطيتها عليتها وخليته يعمل تريننج بصير بيعمل مديتيت، هذا بيخليه يقاتل احسن كاي اي. كيف يعني؟ يعني انت فيك تبعتهم لحالهم انه يروحوا يقاتلوا. طبعا هون حطيت اوتوماتيك ترين، هذا حيصير يدربهم اوتوماتيكيا. هلا حيعملوا مديتيت، اللي حيصير انه الاي اي سكيل تبعهم حيزيد، فلما يروح يحارب بمعركة حيصير اقوى. اوكي، هلا الفكرة هي بالضبط، خلينا نورجيكم شو الموضوع. هذا اللودوس تبعك اسمه لودوس. طبعا هون بلشت هون في معركة، ممكن انا اجي قل له بيك جلادياتر. اللي حيصير الهوست هو الماجستريت، ممكن يكون الماجستريت او الليجت. هلا طبعا هذا اللي هنا في اثنين، في واحد هون واقف واحد هون واقف. قديش ال الريبيتيشن تبعك معه، احسن منيحه مو منيحه الى اخره. فهلا هون هذا بيزيد او بينقص حسب شلون تتعامل معه انت. اذا بس عملت ريجكت هلا وما بدي اتقاتل ممكن يزعل. طبعا في هذا الاخ، هذا الاخ شكله حالته صعبه، فحاجي اختار واحد من الجلاتياترز تبعي اللي هو هذا كاتو. في كاتو تايتس وماركوس. طبعا مع الوقت بصير عندي كمان ناس جداد، ححط هذا كاتو. هلا اذا فزت باخذ 115 جولد و2 سليفز، يعني اثنين عبيد. العبيد هذا بقدر احوله لجلادياترز يقاتلوا معي. طبعا مع الوقت هذا حيلعب اي اي، ممكن انت تعمل ابجريد بصير انت تتحكم فيه. هلا بتبلش شو معركه، هذا الهيلث تبعك وهذا الهيلث تبعه ببلشوا شو يتقاتلوا. طبعا هذا كاتو بيهوي لانه الهيلث تبعه كثير واطي. هلا هذا ما معه ارمر فعم ينأذى منيح. جوبيترز نيم اي سبميت. هيك انا انتصرت وباخذ الجوائز، اخذت فلوس واثنين سليفز وكارت. هلا فرجيكم شو يعني. هلا هدول هن السليفز تبعي، هاد انا حبيعه بصراحه لانه مو كتير زياده. فاول شيء حاعمله هو انه حنزل الاسلحه تبعه للاخير، حبيعهم عشان استرجع المصاري. حط له اوطى شيء واعمل له سل، فهذا راح. هاد 173 راح خليه، هلا بزبط له الاسلحه تبعه. هاد 130 راح ابيعه نفس الشيء. هذا كله تعلمته بعد شو، بعد ما فتت باللعبه ويعني هيك لحتى دخلت فيها. تمام، فهلا شو بصير، تيجي انت بتزبط له الاسلحه، بتزبط له الاواعي، كل ما قويت له الارمر تبعه حيقوى هو. راح اعمل هذا، اعطيه احسن سلاح، اعطيه هلمت وهذا الشيء، اعطيه درع مثل العالم، واعطيه شيء يلبس كانفاس شيرت كوك شيث ليذر سكيرت. اوكي، خلينا نحط له هي، نحط له شيء مثل العالم هون لانه هذا حيكون الرئيسي تبعي، وخليه يعمل تدريب. احطك هون يا معلم. هاد عنده 168، هذا كويس، راح احطه هون. هاد عنده 163 كمان منيح، راح احطه هون. هلا اللي حيصير انه حاجي عندك ووتر وفود وواين، بدك تحاول انك تزودهم. اوكي، تحاول انك تشتري شوي، خلي عندك دائما فود كتير، حاول تشتري قد ما بدك لانه كل واحدة منهم بون جولد. الجولد معي كتير ما مشكله. هاد
فيك تعطيه برايب، فيك تشتري منه سليفز، فيك تعمل اكزيبيشن ماتشز وتعمل باترنج للجراديتر تبعك، تصير تسلمهم اياه. الفكره هي انه بعد 360 يوم يعني سنه لازم تكون انت سيطرت على اللي هي خلال سنه تكون سيطرت على الجلاديتر ارينا، يعني الارينا وفزت بالمباريات وصار عندك المكان الفظيع. اوكي، اللي هو هون عندك هدول ميشنز بدك تحاول تروح تنتصر فيهم. هون في ناس قوايا كتير، اوكي، بدك تحاول تقاتلهم، واذا فزت عليهم بتصير شامبيون. فانت الفكره هي انك تخلص هدول، هدول كل واحد فيهم اصعب من الثاني، شوي شوي بتلاقيهم اصعب واحد اصعب 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 هيك لحتى تصل لروما وتقاتل الشامبيون الكبير. اوكي، هلا هون مثلا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل هاير امبلويز، راح اجيب بقدر اخذ ثلاثه. هلا ممكن انا كمان بعدين اني شيل واحد منهم، حنجيب هاد والاركيتكت والادجيكيتر، خلينا نعلمهم شوي. اوكي، الاركيتكت حخليه يبني لي بالاس، البالاس هلا بتشوف شو هي. هذا حخليه اوتو ريبير واوتوماتيك ابجريد. ادجيكيتر حبلش اعمل له ستامينا اند ستامينا ريتشارج ريت او بلا 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 كريتيكال هيت اتاك دامج، خلينا نعمل هاي. اوكي، هدول ميديتيت رفعنا اياهم على الاخير لحتى لما يقاتلوا بالارينا ما يتبهدلوا. هاي شغلات بتتعلمها يعني مع الوقت. اوكي، هون في كروت، الكروت هدول بيعطوك بونسز. هولد جراوند ريديوس نوك باك باي 75% after successful defense against an opponent. راح اعطيه لهاد لماركوس هاي، وراح اعطيه لابيوس هاي بافيوس. طيب حلو، هلا بقى شوي شوي بقى بلش اعمل هذا. المعركه الجاي بعد دورين. اوكي، هذا حاعمل مايند كنترول، والاركيتكت راح ابني بالاس جديد. يلا ما مشكله، جرين شلتر جرين شلتر. اوكي، هلا اللي حيصير انه حاخذ الجراديتر الجديد تبعي، هذا الاتش بي تبعه 170، الاجيليتي والاتاك ليفل 9، اي اي سكيل 15. هات لنشوف صاحبنا هون، اي اي سكيل 90، ونحاول نبعته على المعركه. شوي شوي بقى بتشوف شو ممكن يصير معك. هلا المشكله الاساسيه بالجيم شو هي؟ ما بدلك شو لازم تعمل فعليا، لحتى رحت على جايد على الانترنت لحتى عرفت شو لازم اعمل فعليا. هذا كان شيء غليظ. قتل ذبحه العم شرفه. مهم، حتى فيك تعمل هون شير على تويت او هيك. اوكي، اخذت هلا هدول 115 و2 سليفز. هات لنشوف السليف، هذا السليف سيء، مع السلامه روح باي. هذا السليف كمان سيء، مع السلامه باي. اوكي، هاد هلا تعب، المفروض انه حاول اني اعمل له هيل. ادفع 1 كوين حيروح دور لحتى يعمل هيل من اول جديد. بهالوقت هاد انا لازم اعطي لهاد احسن سيف، اعطيه درع مثل العالم، وشوي نحاول نظبطه لحتى على الاقل يقدر يحارب شوي. اوكي، هذا الادجيكيتر نعمل فوكس، اول جلاديتر تريننج تايم ديكريست، بركي بصيروا بيشتغلوا اسرع. هذا قد ايه صار؟ 100. حنزل هي هيك وخليه يتدرب على اشياء ثانيه. خلص صار 100 هون. طيب فينك تعمل بيت فايتس، انه تخليهم يقاتلوا بالبيت. نسحب هذول دائما. سجست جلاديتر بيرشيز جلاديترز ارينج اكزيبيشن ماتشز، فيك تعمل اكزيبيشن بيعطوك كراود، بصير الناس هي اللي بتدفع. اوكي، فهي لذيذه الجيم حلوه، بس مثل ما قلت لكم هي المشكله الاولانيه انه صعب كتير، ممكن انك انت تتورط. ليه هذا؟ خلص الهيل تمام، هلا هذا صار هيل فول. هذا حنظبطه ماركوس، شكله قوي. دون تيتشينج فوكس سايكولوجي. اوكي، مورال ما مشكله. كلينينس كان هيلب ذير بودي كويكلي هيل اتاك دامج يس. اوكي، هذا خلص اوتو ابجريد. هلا اللي حيصير انه هذا تبعي حيبلش يعمل ابجريد للاغراض تبع الشباب اوتوماتيك. خلص مديتيت لسه. اوكي، هلا صار عندي كنترول، فصار فيني اتحكم بالجلاديتر وروح حارب فيه. طبعا هذا الرقم البرايس 156، هذا قديش انت تكلفت عليه لحد هلا، وفيك تبيعه بهذا المبلغ اذا بدك. اكسبت تيرمز، انه هنا فعليا عبيد الجلاديتر سعره. نسيت اعمل اوتو هذا
مانيوال ان شاء الله ما يموت شكله. لا ابني اوكي شخف مش الحال. حلو الجيم كتير فن بس ممكن تجي معركة مثلا 8 على 8 او 12 على 12 الجلاتيرز تبعك كلهم يتبهدلوا ويروحوا فيه يعني عادي ممكن جدا هالكلام هذا يصير. اوكي هذا هيك دكتوري نيمبل ستانس ريكواير لس ستامنا تو دو سو. اوكي تمام هذا خلص عمل ابجريد لاشياء تاني بليز شكرا. هذا خلص عمل ابجريد لاشياء تاني بليز شكرا. نعمل نعطي سلاح مرتب اهم شيء السلاح يكون مرتب. اوكي هذا صار جاهز وهذا صار جاهز. هذا نعمل له شيل تاني نعمل له هيل من هون لحتى نجيب دكتوري بدنا نتحمل شوي معلش. اوكي نعمل بيت ماتش. اوكي والله بتيلينج هلا بصير معك راندوم اشياء مثل هاي ممكن تاثر على العلاقه بينك وبين الجلاديترز. ممكن واحد يهرب ممكن واحد يموت ممكن الماجستريت يزعل ممكن الليجيت يزعل وبتاثر علاقتك مع العالم اللي حواليك. اوكي فوال ابتيننج هيربز ان ابوثيكري ات ذا ابوثيكري يو سبوت ذا ماجستريت ميديكس يو ريكوجنايز ذا تينكتشرز ذات هي اسك فور تينكتشرز ذي ار تو تريت ا فلاش ايتينج فينيريال ديزيز ميكي اي كونتاكت لا لا لا. المهم انه هذا الماجستريت رايح يشتري دواء بعد زلمته يشتري له دواء بيعمل شكله في مشكله. Say nothing, let the master grab his arm. Okay, I'll keep it. Somewhere, the magistrate genitals burn that the fact that brought happiness, perhaps this information will be useful someday. هلأ صار عندي information اللي هي secret. أنا ممكن إجي وحاول إنه مثلا اسحب منه مصاري. قل له أنا عندي secret, إذا بتعطيني مصاري بخبي لك إياه. فيك تعمل هيك أشياء. Okay, هذا خلص, هذا خلص هون. هلأ نعمل aimed attack. حلو educator نعمل teaching of discordies هذا بيعمل هي الأسرع. حلو هذا خلص خلص شغالين الشباب عم يزيد الليفل شوي شوي. حلو نعمل pit fight. pit fight هالمرة حأتحكم فيه أنا طبعا. هون بيقول لك مين الهوست الماجستريت ولا اللاجت ولا السيتي ماركت بليس. في مصاري بالموضوع big gladiator. خلينا نحط appius نجربه ونعمل له control myself. هلا حاتحكم فيه انا طبعا بال WASD والماوس. في اصوات ناس عم تسبسب وهيك عادي يعني عشان يحسسوك بالجو. شخت اوف حلو attack stance. هات لنشوف شو الوضع. Attacks are executed 50% faster. خذ هاي انت يا معلم. هاد شو وضعه؟ هذا حيروح على السل. وهاد شو وضعه؟ هذا حيروح هون وراح ندربه كمان. تمام. طبعا حلو. Big Gladiator. خلينا نحط ماركوس. نتحكم فيه ولا نتركه يتقاتل لحاله؟ تقاتل لحالك. هات لنشوف. هذا معه سلاحين بايده. طبعا مع الوقت فيك تعمل كلاسز جداد من جلاتيترز قاتل فيهم. قتلوا مش الحال. ناخذ مصاري 140 تو واين تو سليفز. هذا شو وضعك انت يا معلم؟ انت اعمل هيل لو سمحت لانه شكلك حالتك صعبه. هذا شو وضعه؟ هذا حيروح لانه سيء الهيلث تبعه وهذا الهيلث تبعه سيء حيروح. اوكي هذا صار عليه تو شيفرونز لانه عم يفوز. فبلش هيك انه على اساس يصير تشامبيون وهيك اساس. اوكي هذا خلص هون. امبروفد فيرنس امبروفد انفل مشان يصير الريبير اسرع. هلا بصير يصلح له اغراضه لهاد. تمام يعني بتلاقي مثلا الاسلحه هون والاغراض بتلاقيها شويه مكسره او من ازاي بصير يصلح لهم اياها. سايكولوجي هذا حيخلص بس يخلص التريننج حشيله. طيب بليد كنترول بصير ضرباته اقوى واسرع مع الوقت. طبعا كل هدول حيصيروا اقوى
وابن ديفنس مدري شو كله هذا هيك حيصير اقوى وحيصيروا هذا. تعال انت حتعمل مديتيت وتظبط لي حالك لو سمحت حتى يصير اي اي سريع. اوكي بروف انفل هذا قرب يخلص. قول يلا الجريم تصير تجيب لي اكل. اتس اوكي حلو. هذا شو وضعه هذا؟ هذا وودن جلاديوس معه اسلحة دامج 438 بيك جلاديتر. تعال يا بافيوس. ما بعرف ليش حاسس بافيوس حيتبهدل بجوز يفاجئني. ليك كمان اتس نايس اتس حلوة بس اطلع منكم. هلا المشكلة الأساسية المهمة عن جد غير له ايده انه ما فيها سيف. هلا اذا طفيتها راح كل شيء. اوكي هذا حيروح بعيد عيد. هذا 130 هيلث وهذا 143 سول. سل تمام ما فيها سيف. هلا اذا عملت سكيب ما في سيف. اللعبه طويله واذا مات الجلاديتر تبعك خلص فعليا بيروحوا يعني ما عاد فيك تعمل شيء. هاي مشكله على فكره. ديس ارمينج ويبن ممكن يشلحوا سلاحه. هلا بعد ما يروح هاد هجيب دكتوري. هذا عمل لي هيل هون لو سمحت. انت عمل لي هيل شكرا. اوكي هذا عمل له ابجريد زبط له الليذر شيست داز. اوكي بدنا لازمنا مي ونزود الفود والواين احتياطا. اوكي بيك جلاديتر هذا شو وضعه؟ هذا شكله قوي. تورانيوس فيكتوريز 8 حلو. ماركس انت حتحل لنا الموضوع لو سمحت. اكسبت تيرمز. يلا يا ماركس لا تفضحنا. والله يس جود جاب. حلو بليز هيل وروق. هذا شو وضعه؟ هذا حيجي معنا هون. تعا هيك. هذا شو وضعه؟ هذا حيروح. اي حدا تحت ال 60 ما بدي اياه. 160. اوكي. بالاس، ظبط لي البالاس لو سمحت. اوكي، هلمت بلو برنتس. مشان نظبط الهلمت، هذا حيروح فاير وحاشتري بداله ميديكس. ميديكس. حلو. Close. ماركس has appealed for release. بده يطلع. قال أنا خلص بدي الفريدم تبعي بدي روح. طبعا مع نفسك ارجع لجوا بلا حيوان. Auto heal, antibiotics. هلا هذا حيبلش شو يعمل؟ حيعمل هيل للشباب بس هلا عم بعمل له ابجريد مشان اوكي مشان يصير اقوى. يصير يعمل هيل اسرع. During the festival of the Saturnalia, several villas are burglarized and their slave freed. Both the legate and the magistrate have lost slaves to seek out. Seek to employ your guards to aid them in finding them. طب بدنا نساعد مين؟ اللجت ولا الماجستريت؟ تعال نساعد اللجت. انبسط هذا زعل شوي. وات ايفر. هذا عمل ترين لو سمحت. وانت كمان عمل ترين لو سمحت. انت خليك مديتيت. اوكي هاد حنعمل ويت ترينينج. بدي اعمل مرملو مشان نعمل واحد جديد. اوكي. بالاس. اوكي بيج جلاديتر حنبعت ابيس عليها هالمره وحنتحكم فيه بنفسي لانه هذا شكله قوي. هذا 9 فيكتوريز. شكله حيتبهدل. شكله حيموت. أو راح الزلمة. هلا لما يروح بيروح هو وغراضه. ما فيك تسترجع غراضه. هذا طبعا شيء بيجلط. شايفين هلا هانا مثلا لو معي سيف كنت قلت لحالي يلا تاكينج دايركتلي افتر رول داز مدري شو دامج. خلينا نعطيه لهاد. سكسسفول اتاك اجينست ان اوبوننت نعطيه لهاد. طيب
يا للهول ما حدث. اوكي هذا عم يعمل هيل. دن بيلدينج بالاس، عم بعطي هدول مشان يعملوا الويبنز تريننج يظبطوا حالهم. هذا خلص. اوكي هاي هي فعليا الجيم. مع الوقت ما بتعرف ممكن يصير، ممكن واحد منهم يموت يتبهدل. هلا يمكن كان لازم اتركه يعمل اي اي لحاله. اوكي بيج جلاديتر اظن هذا نفسه اللي قتلني قبل شوي، فراح اعطيه ماركس حيظبط لنا الموضوع. هذا غير واحد بس ما مشكله. اوه ماي جاد نسيت اعمل اي اي، ما مشكله يلا. شايف عم له فاكيم اب وجوبيتر سكاك وكل هالكلام هذا. ماركس لا. اوكي فاين. يا الله يا للهول. اعمل له اعمل له بالاس. ايه اعمل له قدمني اياك. راح الجلاديترز الاوايه تبعي. اوكي هذا اللي ممكن يصير بهاي الجيم، بتقعد تشتغل على الشغله بعدين بتلاقيه راحل. اوكي هذا روح هيك. هذا شو وضعه هون يعني؟ رأيك بيمشي الحال. فيبر ابجريد اكستريم جريفز عم يظبطه. ظبط لي جادر ستونز تحت كل واحد. بيج جلاديتر مالنا غيرك يا بافيوس. حطوا اي اي هلا اذا مات خلص يعني وضع سيء جدا بيكون. راحوا راحوا الشباب. ما في سيف، وين السيف؟ يس. هلا ممكن مرات انه يستسلم الجلاديتر تبعك. اوكي اذا استسلم هات لنشوف هذا شو وضعه. انت فيك ممكن تهربه يعني، اذا بس بصير بقول لك حط لك هيك شغله بقول لك يلا كبس الزرار بسرعه بصير فيك تهربه من القتال. ويبن ليفل كله عم يزبط هون. نعمل لهذا الاخ هيل بما انه شغال مزبوط شكله حنظبطه. تعال اقول لك كيف وضعك، انت مبسوط ولا عادي؟ لا مو كثير. راح اعطيك كوين، راح اعطيك يا معلم 20 كوين هدية لك لانك انت كويس. خلينا نظبطه. هذا كم مرة فاز؟ وين بحط له الفيكتوريز؟ has won two battles. اوكي نحط ستونز مشان يظبط. هذا لازم نظبطه لانه بصراحة صفيان بالاغراض. نعمل له لهذا هيك وكمان 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 واثنين هون. حلو هذا الثاني صار هون. افينيوس هذا شلون وضعك؟ اوكي كويس خليك هيك. اوكي هذا الهيل قرب يخلص. حلو. The legate and a group of angry looking soldiers descend on your house. He is searching for a small group of soldiers who have deserted their post. They were last seen near your villa and the legate demands your assistance in locating them. Decline ولا send the guards to find the deserters. Find them. Your guards find the deserters, capture them alive. The legate intends to put the deserters to bed but allow you to keep the soldiers as a reward for your assistance. You will make a fine gladiator. Okay. Okay. حلو. مرملو. انا مالي زعلان ابدا. تعال يا حبيبي اقعد واقف هون. هذا شكله كويس. حلو. حلو 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 حلو. اركيتكت اعطيني جادر ستونز مشان الشباب تعمل سترينج تريننج. اوكي هذا الفيبر خلينا نعمل. اوكي بطل عندي فلوس. حط هذا هون. تعال نعمل بيت فايت ونحط الاخر الجديد خليه قاتل. اتس اكسبتمس. روح ورجينا شو حتعمل. بيفطس يا بيمشي حاله. اوكي هلا حكب الزرار مشان ما يموت. هلا هيك عمل سرندر
بس شوف ال الهيلث تبعه كيف. سوري المورال. هلا هو زعلان وعلى حالته حالي. نعمل تريننج هون، مايندفولنس، ويت تريننج، اوكي، ايم ديفنس، شيلد كنترول. خلينا نظبط الشيلد كنترول. هذا اظنه خلص. لا لسه. اوكي انت يا اخ اعمل تريننج هون. اوكي بيت فايت. لا لا لسه قربنا. ست ساعات بقى على الفايت. هيلزمني هذا الاخ. خليك. شو عندي هون؟ reduce knockback 50 more attack. حلو. architect gather stones. ظبط لي الامور. طبعا هدول بصير strength training تبعه اسرع. فهيك بتقعد تبني انت المكان تبعك. هي الجيم. اتس نايس. خلينا نخلص الباتل هاي بعدين حورجيكم الجيم الكبيره اللي هو الشامبيون. حورجيكم كيف الوضع. طبعا مرات في اسود، مرات بيحطوا لك مجموعه كبيره، مرات واحد ضد كذا واحد. في عندك هيك اشياء بالجيم. حلو. هذا اكسبتمس. ليكو هذا مسربطينه بسلسله. ما في بعد. ما بعرف ليش بس اذى خالص. طار راسه. اي هاد للسل. هاد لا هذا خليك انت معنا حبيبي. تعال هون. وهاد للسل. تو جولد. هيك هذا حده شي بيهوي. اوكي انت يا اخ تعمل لي مرميلو تريننج. اوكي خليني نورجيكم. هذا عم يعمل هيل. اوكي ان اد كودكت هاز كولابسد. لا لا عند ال ذا ماجستريت سيكس هيلب. حاعطيه الاركيتكت تبعي حتى يظبطه. بس وير ريسيفد ان كاد سيفلي ان بروفيشن. ممتاز. هذا انبسط. هاي وضعنا جيد مع الشباب. هذا عم يصلح الاغراض لانه خلص شغله. اعطيني وحده بالاس لهاد. وانت يا ميديكس ظبط لي حالك شوي. هذا جاهز. طيب شوفوا شو حعمل. حبلش بهذا ورجيكم الاخ جيرمانيكس برينجر اوف بين اتش بي 550. وحط لك بافيوس لحتى يقاتله ونشوف. طبعا هاي الارينا الكبيره على الاغلب راح يموت ويلتعن نفسه على الاغلب. اوف والله. اقتله اذبحه. اوه ماي جاد يا زلمي. طيب تعال انت واقف هون وانت خليك معنا بدنا اياك. خليك اوف. اوف. مديتيت وانت مديتيت. فيبر شيلد بلو برنت. خليك معنا انت. اعمل لي بالاس هون. هذا خلص. هاد ايه بلش ترين. هلا هذا بده شغل لسه رح تزبط. اوكي تمام. AI controlled react faster. نعطيه لمين؟ نعطيه لهاد. This ديو بدري شو. اوكي هلا هون خلص الواتر. فحنشتري كمان. طبعا كل واحد من هدول حيستهلك مي واكل وكذا، فحتلاقي الكوست تبعك عم بيزيد. هلا بشكل عام كاداره حلوه اللعبه، بس مثل ما قلت لكم ما فيها سيف. صعب كثير شوي. المنيوز ما بتفهمك شيء. بدك تقعد تستكشف. التوتوريال كثير سيء للاسف. كمان ما بكثير بورجيك شو لازم تعمل. بس بشكل عام اللعبه كويسه. طبعا هذا الزلمه لازم يعطيه. هذا هو مبسوط هلا. بافيوس اوف تراكونوسيس مدري شو. اوكي بس هي الجيم دومينا اسبكتكل اوف فايلنس اند جريد. هيك بسمينا.
هلا ما بعرف وين ايش حيصير، بس حنعطيه بافيا سياتل مره ثانيه. قال له اكسبت، روح ظبط لي الوضع يا حبيبي. نارسس حيقاتله. اي لا 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 شلون قبل شوي قتلت هذاك حيوان. هيل 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 ما اشحشك. اوكي هي الجيم، شايفين كيف ما في كونسيستنسي بالموضوع، ما بعرف شو صاير. المهم هي الجيم، لا تستعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ونشوفكم بعدين. سلام.